هاي شو هاي؟ يلا يا دوب. هذا فوت اكسوليشن بيلينج ماسك، شرينا كمان واحد هيك. يا هذه عبارة عن ماسك بتحطه على الرجلين وبتنظف الرجلين، خاصة للي عندهم مرضى مثلا زي السكر والشغلات، مفروض انه بتعطي ريلاكسيشن وبتنظف الرجلين. انا اعمل لها التجربة احكي لكم عنها. هون عنا اشي بطارية، اشي فيه بطارية. طيب هيك صار، امسكوا هيك. عنا هون واو كتير اشياء. هون عنا ميني يو اس بي وايرلس ادابتر 5.8 جيجا هرتز بلس 2.4 جيجا هرتز. اوكي، هذا 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 عبارة عن واي فاي ادابترز، بسرع الانترنت لانه الكمبيوترات معظمها الادابتر تبعها القديم، خاصة ادابتر تبعها ما بعطيك السرعة الحقيقية للانترنت، خاصة اذا عندك فوق ال 100 ميجا، فهذا بيساعد. هون عندنا LED strip. اوكي، هذا عبارة عن LED strip، احنا شرينا LED strip قبل هيك وركبناه، بس هذا الحلو فيه انه بتقدر توصله مع جوجل هوم واليكسيا، فبتصير تحكي له مثلا هي جوجل تيرن اون ال اي دي وشو بدك تسميه انت وبمشي عليه. وعندنا كمان سمارت واتش. عندنا سمارت واتش هون. سمارت واتش ورجينا اياها. اوه اوكي، هاي السمارت واتش زي ما انتم شايفينها عبارة عن شكلها حلو هيك، حجمها كويس اذا هي بتقارنوها بالايد، وهذا الجلد طبعا انا حاعمل عليها ريفيو، ارجعوا على القناة عشان تشوفوا الريفيو. وال انا شريت منها قبل هيك واحدة كمان وعجبتني، هاي هدية. الحلو فيها انه الباتري تقدر تشحنها شاحن بس ماجنتس، كل الجداد هلا الكويسين فيهم شواحن ماجنتس. واخر شيء، اخر بوكس، اخر بوكس اللي هو هذا، هذا عبارة عن شيل هذا حطه، هذا عبارة عن هوم ثياتر بروجيكتورز، يعني بيعمل بروجيكشن. عندنا في البيزمنت حابين نعمل زي بروجيكتورز، خلينا نورجيكم شو فيه. طبعا في سكرين ميرورينج، يعني بتقدر تشتغل فيه من التلفون. هاي برايتنس، فيتر كلر كواليتي، واي فاي ساوند، هاي فاي ساوند، سوري هاي فاي يعني صوت عالي. نشوف شو في هذا البروجيكتور. طبعا هون في السلاك طبعا والشاحن. البروجيكتور هذا هو، مش عارف اذا بدنا نلزقه نسويه على الحيط هيك. في هون اشي بطارية. اوكي، في جي اي كيبل، وفي اتش دي ام اي 2، وفي يو اس بي 2 هيهم هون، وهيدفون جاك اذا بتسوي بدك تشغله على ال هون الفي جي اي والتبع الريموت، وهذا ال شو اسمه الكهرباء، وهذا هو اللينز تبعه. طبعا هذا بده ريفيو لازم، فعشان هيك مش هنقدر نحكي عنه. هذا كل اللي كان عندنا اليوم. اذا حبيتوا هذا الفيديو اعملوا لايك كومنت وسبسكرايب، وشوفكم بحلقات تانية. باي باي، السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.